الوقت الزمني. وحتى هناك اقتصاد في الجهد، ما كاينش هناك واحد اندفاع يسير المقابله ديالو. هذا الفرق، فرق واضح، فرق واضح لسيسوكو 2017 2018 و2018 في هذا النزال. ونحن ندخل الجوله الثالثه. هل الطراوة البدنية اللي عند زين الزمني بامكانها انها تخليه بنفس الحضور حتى لو يعني لانه الطريقة باش لاعب سيسوكو يمكن تعطينا ضربة قادية اللي بقات بهذا الشكل، لانه لاعب اللي ضربات طاقم المغربيين مكون من المصباحي الزبيري وفتاح محمد يؤازر الملاكم التمساماني ابن مراكش. الا ان نلاحظ ان سيسوكو سليمان يناور يحافظ على المسافه البعيده، يلعب باقتصاد ويسدد ليد اليمنى. ضربات قويه، ضربات قويه من سيسوكو حذاري، لانه يعني قلت بانه هذه الجوله الثالثه ستكون صعبه، واذا لم يكن عز الدين التمساماني ضربه قويه يتلقاها ولكن اصبح ما قادش يعتقد ضربه قويه يعني في البدايه ديال الجوله الثالثه. وقلت بان الطراوه البدنيه بامكانها ان تكون حاضره مع التمساماني صعب جدا. الغياب عن الحلبه يكون مكلف، ملاكم صراحه ملاكم جيد ولكن استنى الغياب وحتى الحظ ما كانش عنده، لان طاح امام ملاكم سيسوكو هذا سليمان المعروف على الصعيد العالمي وهو ملاكم قوي وقوي جدا. دائما يحاول التمساماني انه يبقى واقف، والمهمة تزداد صعوبة في كل ضربة قوية لسليمان سيسوكو، واحد من أبرز الملاكمين الفرنسيين في هذا الوزن، وزن 63 كيلوغرام، يلعب بألوان الفريق المكسيكي مكسيكو غيريروس. حتى اللياقة البدنية نوعا ما تخونه خلال هذه المقابلة. يبقى على الملاكم التمساماني ان يناور وان يبحث، ما يبحثش على اللكم ولكن يبحث على انه يساير المقابله ديالو حتى النهايه، لان الضربات ديال سيسوكو اللي كيبان عليه انه سيسوكو عارف بانه عارف بان الضربات ديالو قويه وقويه جدا وصبحت مؤثره، لانه صباح الملاكم المغربي كيحاول فقط انه يعني ما يتلقاش ضربات، وحتى ذاك التبات ديالو كيبان بانه ملاكم اللي عنده تجربه، ما ماشي رغم انه الضربات ديالو قويه كتدخل بقوه للملاكم التمساماني، الا انه ما كاينش اندفاع، كيقوم بصراحه ملاكم معروف ومتميز، هذا ما يمكن ان يقال عليه. كان تدخل ديال الحكم محمد برهام من تونس، حكم العربي الذي يقود هذا النزال. ونحن يعني كنلعبوا ال 20 الثانيه الاخيره، دائما مقابله لا ماشي سهله، لان هناك فارق في المستويات، ملاكم اللي معول عليه داخل الفريق الوطني. نعرف ان الملاكم التمساماني هو جاء لازر فريق اسود الاطلس، وكنعرفوا هذا الوزن اللي الوزن اللي وزن من اقوى، وهو المغرب الحمد لله عنده بطل العالم في هذا الوزن الربيعي محمد. الربيعي محمد غاب على المقابله، لان كنا لو شفنا الربيعي محمد في هذه المقابله كانت غتكون اشياء اخرى امام سليمان سيسوكو، الا ان الملاكم الربيعي كما قلنا كنتابعوا للضربه اللي كانت قويه واللي من خلالها تم اسقاط عز الدين التمساماني. لاحظوا لانه القوه واضحه، ولما يغيب الملاكم على النزالات فالصعب صعب جدا انه اول نزال يكون امام بطل كبير كبير فرنسي سليمان سيسوكو. لاحظوا يعني حتى الفارق في النقاط بقى واضح، وهنا فاش كنقولوا فاش كتكون 8 مقابل 10 يعني ان هناك واحد الهيمنه او سيطره الملاكم الخصم. غير باش نرجع ان وزن 69 كيلوغرام يغيب عن الملاكم محمد الربيعي، لانه مطالب بان يتاقلم مع الملاكمه او بي اللي هي كتكون في الملاكمه اللي كتكون في الالعاب الاولمبيه. اذا هو سيتوجه الاسبوع المقبل لخوض واحد الدوري بالمانيا بمدينه هال وهو شينستريك. نتمنى كل التوفيق لمحمد الربيعي
ولأشرف خروبي في انتظار أنه يكون هناك ملاكمين آخرين، خصوصا هناك بطولة إفريقية التي تنتظر المنتخب الوطني المغربي والملاكمين المغاربة بدوارة الكاميرونية. الآن يعني الجولة الرابعة، حتى الجمهور أصبح عارف بأنه الملاكم تمثمني في حاجة لدعم معنوي في هذا النزال، حتى ما فاش فأنه يعني يكمل الجولة الرابعة والجولة الخامسة. وعلى كل حال فالملاكم تمثمني ومشكور لأنه جاء لدعم الفريق أسود الأطلس خلال هذه الأمسية، رغم أنه غاب عن الحلبات لأزيد من سنة، وكان الحظ غير موفق لأنه نزل سليمان سيسوكو، هذا الاسم الذي تابعناه منذ سنوات، أنا أعرف هذا الاسم أكثر من 7 سنوات، ملاكم قوي وقوي جدا، كان يلاكم في وزن 60 كيلوغرام، الآن هو يلاكم في وزن 69 كيلوغرام. وحتى السلسلة العالمية تضم أقوى الفرق على المستوى العالمي، ذكر من المجموعة الأولى هناك تصدر الفريق الأوكراني وكوبا في الرجوع التالية، المجموعة الثانية الفريق البريطاني والفريق الأمريكي اللي كيتواجدوا مع أسود الأطلس، المجموعة الثالثة فنزويلا في الرتبة الأولى 11 نقطة إلى جانب روسيا بالتسعود يعني خطوة، المجموعة الرابعة تواجد أوزباكستان وأذربيجان، هذو من أكيد الفرق والمعروفين على المستوى العالمي بالملاكمة في أعلى مستوياتها، وبالتالي هو احتكاك مهم جدا للملاكمين المغاربه. ولاحظت هذه السنه فالبرمجه ديال المقابلات عرفت تغيير وتغيير كبير جدا، كانوا جوج ديال المجموعات مكونه من 8 ديال الفروق، الان 4 ديال المجموعات مكونه من 4 فروق، يتاهل عن كل مجموعه جوج ديال الفروق لخوض ربع النهائيات. كان سقوط ديال الملاكم المغربيين ثم انطلاق الان لسليمان سيسوكو، حنا كنلعبوا الدقيقه الاخيره من الجولة الرابعة، كيبان بأنه سليمان سيسوكو هناك ارتياح كبير فوق الحلبة فيما سمات ديال الملاكم التمثمني الذي يحاول أنه يعني يبقى بنفس يعني القوة والحضور. لاحظ الخبره يناور خلال هذه الجوله الرابعه، لانه عرف انه حسم المقابله ويحاول ان يسيرها الى اخر، وحتى كما قلت لك لا ماتوريتي ديال البوكسور او الملاكم اللي ما تيبحثش على انه الضربه القاضيه ولا تيبحث على الانتصار بالنقاط اللي حسم النتيجه.